دار الإفتاء والمؤسسة الدينية الرسمية في دار فقه الجماعات. من جملة من الإجراءات ونحن بدأنا به بالمرصد الذي تكلمنا عنه في الحلقة الماضية، مزبوط. مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، ثم بعد دراسات مع علماء النفس ومع علماء الاجتماع قالوا لنا بأن ما يعني ينتهي إليه المرصد من أبحاث ومن تقارير وانتم بتنشروها على مستوى على كافة على مستويات عديدة، سواء في المقالات أو في الفتاوى أو في المواقع الإلكترونية إلى آخره، لكن يعني همسوا في آذاننا بأن على فكرة الشاب لم يعد يعني يطيق أن يقرأ صفحة كاملة مطولات، إنما أعطوا له هذه المعلومة في صورة مصغرة، ولذلك اتجهنا إلى إنشاء وحدة اسمها وحدة الموشن جرافيك أو الرسوم المتحركة. هذه الوحدة في الحقيقة رسائلنا من خلالها في صورة رسوم متحركة يصاحبها الكلمات في دقيقة أو في دقيقتين على الأكثر، ونجد عليها إقبال شديد جدا جدا، ولذلك نعتبر بأن هذه الوحدة هي من الوحدات المهمة في ترسيخ الفكر البنائي وفي دفع الفكر المتطرف. يعني نحن على سبيل المثال مثلا في مناسبات عديدة جدا نحن نحث على العمل ونحث على الأخلاق ونحث على قيم البناء من خلال هذه الدقيقة أو الدقيقتين، وعندما نأتي إلى أفكار معينة أفكار تخون الوطن وتؤدي إلى تخويض أمن الوطن بندفع هذه الأفكار أيضا في دقيقة ولا في دقيقتين. هذه لغة العصر. بجانب هذا الحقيقة حديثا يعني في هذا العام أنشأنا مركز سلام لدراسات التطرف، وده مركز فريد من نوعه في خاص بهذا النوع من الدراسات. بنطمح من خلال هذا المركز إلى إيجاد جملة من الأمور المتخصصة المعمقة التي نختلف بها عن غيرنا. نحن سنعمل تشابك وتعاون مع بقية المراكز في تشريكة التي تعنى بهذا النوع من الدراسات ونتبادل الخبرات، لكن ومع ذلك نحن سننشئ أقساما علمية في هذا المرصد تمنح دراسات عليا في دراسات التطرف، ربما لم توجد مثل هذه الدراسات على مستوى العالم في المراكز النظيرة لهذا المركز. يعني هذا طبعا يعني